قمنا في هذه السنة بعد تحقيق إن شاء الله الصعود إلى القسم الوطني الثاني. بطبيعة الحال كجميع الفرق قمنا بمجموعة من الانتدابات، ولكن هذه الانتدابات هي على المقاس. لماذا على المقاس؟ لأن هناك عائق مادي. لحد الساعة الرئيس بإمكانياته الخاصة هو اللي كيسهر على هذه العملية ديال الانتدابات، ولكن ما كنشوفوش اللحظة، كنشوفو أن على سائر الموسم اللي كنتمناو إن شاء الله باش تدخل فعاليات اقتصادية واجتماعية، من كنوجهو نداءنا للسلطات باش يتوجهوا يساعدوا هذا الفريق لإخراجه من هذا المأزق اللي كنعاني منه. صراحة قمنا بتضحيات جسام، وأن الرئيس السنة الفارطة حقق مبتغى فريق الحي المحمدي اللي هو انتشلق من القسم الهواة إلى القسم أو إلى البطولة الاحترافية القسم الثاني. كنطمحوا كسائر فرق، لأن عندنا مرجعية تاريخية، لأن المكان الطبيعي ديالنا هو القسم الوطني الأول. كنتمناو باش نحققوا هذا المبتغى، ولكن في ظل الإكراه المادي كيبقى هناك حجر عثرة. ولهذا كنوجه من هذا المنبر ديالكم ندائي إلى المسؤولين على المنطقة باش يقدموا يد المساعدة، وكذلك إلى سائر الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين باش يساعدونا. احنا ما نكرهوش نرجعوا للمعقل ديالنا اللي هو ملعب العربي الزاولي اللي هي القلعة الصامدة ديالنا، ولكن الحمد لله كيعرف الآن بعد الإصلاحات اللي عرفها على صعيد المدرجات على صعيد المستودعات، الآن كاينة إصلاحات فيما يخص العشب، راه بدات هذه العملية ديال زرع العشب، ولكن كنتظروا الحمد لله. عندنا كنتوجهوا للسلطات ديال الصخور السوداء اللي ساعدتنا عطاتنا هذا الملعب اللي تا هو تحفة، وغنمشوا فيه إن شاء الله هذه السنة في انتظار قادم من المواسم المقبلة إن شاء الله، ونرجعوا للمعقل ديالنا اللي هو العربي الزاولي اللي كيتسع إلى قاعدة جماهيرية أكبر.